لو جينا هنا مصر هنلاقي ان واحد من اصحاب محلات بيع الورود، مش هنقول بقى في حي راقي ولا في فين، ده في الزقازيق، ولكن هو قدر ان هو يلفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بديكوراته الجديدة، بالطرق اللي بيزين بيها الورود وبينسق بيها الورود كمان باستخدام الحلويات. دايما برضو احنا بنشوف ان مصر بيكون فيها مواهب مدفونة، زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي المحل ابدع في استخدام الورود بانهم بيغلفوها بالحلويات والشوكولاتة وابتكار اشكال جديدة مش مقتصرة بس على الورود التقليدية. تداول مستخدمه مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك العديد من صور المحل والبوكيهات الورود اللي بيبتكرها واعادوا نشرها بشكل كبير، مرحبين طبعا بالفكرة الجديدة. اعتقد ان دي من ضمن ايجابيات السوشيال ميديا، انه يكون في فيسبوك او يكون في يوتيوب بنعرف نوصل الافكار بشكل اسرع. يعني يمكن زمان كان ممكن يكون الراجل ده موجود بس مش الناس مش سامعه عنه، او ما حدش يعرف غير بس الحي اللي حواليه او ناس سكان الحي، انما دي من ضمن ايجابيات السوشيال ميديا في الحقيقة.